انا مش هتكلم على لياقتكم البدنيه عشان مش موجوده خالص. امال بقيتكم فين؟ عندهم ظروف. ظروف ايه؟ ظابطات. ظروف. طبعا انتوا عارفين ازاي تتعاملوا مع اي هجوم من اي مجرم صح؟ اكيد. دلوقتي انا والكابتن هنوريكوا حركات قتاليه للدفاع عن النفس. قتاليه؟ هنعيدها مع بعض. ماشي؟ ماشي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. اول طريقه للصد كده. بس في طريقه تانية. كده. الاثنين. ماشي؟ منك لله يا عصمت يا بنت ابو شنب على المرمطه اللي احنا فيها دي. احنا بتوع كده؟ احنا بتوع قتاليه؟ وانا عملت حاجه؟ لا يا اختي انا اللي عملت، انا اللي جبتنا للقوه من سنجام واجمل من شاكيشان ده. شكله كده مدي على جورج كلوني. الكوع والجسم، بس مش الكوع بس. شكله مدي على رشدي اباظه. الكوع والجسم. فيلم المراهقات اللي انا وقعت فيه ده. الاثنين مع بعض. انت تعالي. انا؟ ايوه انت تعالي. اصل تليفوني بيرن وانا ما بردش على حد الساعه 8 الصبح. بص خليه معاك لو عايز تسجن نمرتك، مش هقول لك لا. افندم. جاهزه يا فندم؟ ارفعي ايديكي. ايديكي فوق 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 قدام وشك. جاهزه؟ جاهزه. ايدي ايدي، حرام عليك، ايدي ايدي الرشفة قوي يا جماعه، ده مش معقول. يا لهوي هتسرق هتسرق، حرام عليك حرام عليك ليه كده؟ انت تعالي. جاهزه؟ اصلا عيد ميلادي النهارده، بلاش تدعيني في وشي يا باشا. اوقفي مكانك. جاهزه؟ جاهزه. شيلوها. مين انا؟ انا لا عندي عيد ميلاد ولا عندي تليفونات مش عايزه ارد عليه، وقتاليه قتاليه بقى واللي يحصل يحصل. الشاسة اتعوج. شيلوها. مش هنقدر يا فندم، مش هنقدر يا كابتن. والان مستنيه ايه؟ جاهزة؟ جاهزة. اديله يا عصمت. علميا الست بتستحمل الالم اكتر من الرجاله 10 مرات. جربت تولد قبل كده؟ ها؟ برافو عسل. يا روحي. والستات اليومين دول قضيناها قيصريه. الرقعه التاسيس